السلام عليكم الحباب، مرحبا بكم فيديو جديد ماشي بلوك جديد. اليوم ما غاديش يكون بلوك، اللي ما غادي يكون توتوريال. المهم غادي نبدا لكم الاول، غادي نعرفكم على راسي اللي كتفرج فينا لاول مره، ومن بعد غادي نشرح لكم علاش هذا الفيديو. هذا انا لاتيفا ديال لاتي فايشون، وهذه لاشين ديال لاتي اسامه، ديالي وديال راجلي اسامه. نورمالمون كنكونوا انا واسامه كنسجل لكم بلوكس ديال الحياه ديالنا، وكنبارطاجيو معكم الحياه ديالنا. ودابا فكرت غادي ندخل واحد الفقره جديده في لاشين ديالنا اللي غادي تكون سميتها توتوريال. كما كيقول العنوان، غادي يكونوا واحد الفيديو اللي قصار شويه، اللي غادي نبارطاجي معكم شي حاجه اللي انا نكون عارفاها. غادي يكون واحد الفيديو اللي غادي تقدروا تستافدوا منه، اللي غادي تتعلموا فيهم شي حاجه جديده معايا. غادي يكونوا حوايج اللي غادي يسهلوا علينا الحياه ديالنا، لا البنات لا الرجال لا الدار لا الحوايج اي حاجه. بالخصوص 100% غادي نعمل لكم بزاف ديال التوتوريالات الحياه عندهم علاقه مع الموضه في هاد الساعه هادي، على حسب اكثر حاجه كتعجبني. المهم الحباب ديالي، قبل ما نبدا معكم في هذا الفيديو هذا، اذا كان كيهمكم هذا النوع ديال الفيديوهات ما تنساوش تشتركوا في لاشين ديالنا، تخليو لنا اللايك، ومشي تبعونا في فيديو اخرين اللي غادي تعرفوا علينا اكثر واكثر واكثر، غادي تعرفوا عليا انا واسامه. واخر حاجه غادي نخلي لكم هنا انستغرام ديالي باش تمشيو تبعوني فيه، وبقاو معايا باش نوريكم شنو غادي تتعلموا في الفيديو ديال اليوم. كما قلتو في العلوان، غادي نديرو حل نهاد الجينز هادو اللي كيكونوا مقطعين، بالخصوص النساء اللي كيعملوا الحجاب ما كيبغوش يلبسوا السراول، يعني تكون كتبان اللحمه ديالهم، ولكن في نفس الوقت كيعجبهم هاد الديكور هذا ديال السراول. الصراحه كيعجبني بزاف هاد الديكور هذا، وكيعجبني بزاف السراول مقطعين، ولكن في نفس الوقت يعني ما بغيتش نبين اللحمه ديالي. على داكشي اليوم جبت لكم الحل هاد السراول هادو، واخيرا غادي تقدروا تلبسوا السراول على الكانه ديالكم بلا ما تبان لكم اللحمه بطريقه مستوره. نهاد التوتوريال هذا غادي نحتاجوا السراول المقطع كما قلت لكم. انا عندي هذا وهذا كما قلت لكم، عندي جوج السراول هما اللي بغيت اليوم نغطيهم. غادي نحتاجو اهم حاجه بارتي، هاد البارتي هذا اللي كيعملوه بارتي ديال الحوايج اللي كيتبلانتيو، كيلصق في الحوايج مهم بزاف يكون كيتبلانتيو، على حسب غادي نبلانتيو باش غادي نلصقو في الحوايج. نورمالمون كيشريوهم كيستعملوهم العيال الصغارين الحوايج اللي كيتقطعو لهم، ولا باش يجي ستايلش الحوايج. وحنا اليوم غادي نستعملوه باش نغطيو هاد السروال هذا. واهم حاجه خصو يكون فيه نفس اللون من لهنا ومن لهنا، خصكم تردوا بال بزاف ديالي ما تكونش في بياض ولا في كحل، على حسب داك هادي في بياض ولا في كحل غادي يمشي لنا كلشي في الزيرو. على حسب ديالي غادي تبان برا، غادي تكون هادي هنايا ماشي هادي ديال هنايا، يعني هنا ما كيهمناش الكولور، اهم حاجه هو هنايا. واخر حاجه غنستعملو هي بلانشا ديال الحوايج، هي اللي غادي تلصق لنا بارتي في السروال. المهم بقاو معايا غادي نوريكم كيفاش غادي نلصقو. ديالنا هذا هو الشكل ديال السراول ديالنا، شوفوا كيف دابا ولا لاصق هنايا، الخيط هادو لاصقين ولاصق بارتي مزيان في السروال. هنايا بقى شويه هنايا الفرق، ولكن ماشي مشكل على حسب جا ستايل ديالو بحالي هكذا. صراحه يعني فكره اللي مزيونه، وكنتمنىكم ان شاء الله تستافدوا منها. انا صلحت لي هي اللي كتعصقني مع السراول كاملين، وكنتمنى ان شاء الله يكون عجبكم هاد التوتوريال هادي. خليو لينا في الكومنتات واش عجبتكم هاد الفقره الجديده اللي غادي تكون عندنا في لاشين ديالنا. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم هاد التوتوريال، جبته انا بوحدي، ممكن ان شاء الله من بعد نجيبو شي توتوريال انا واسامه. المهم ما عرفتي، انا كل مره كنحاول نجيب افكار جدادين، واهم حاجه يكون واحد لاشين اللي تستافدوا منه شي حاجه. المهم الحلو ديالي، اذا كان عجبكم ما تنساوش تخليو لي لايك ديالكم، تقولوها لي في الكومنتاريوس، تشتركوا في القناه ديالنا، وتبعوني في انستغرام. الى فيديو قادم، في امان الله. Thank you.